السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله هنعمل مع بعض نسكافيه نسكويك. ده حاجة سهلة جدا، بياخد حوالي دقيقتين وبينفع للكبير والصغير بإذن الله، وبيتقدم بارد أو سخن. طبعا أول حاجة هنستخدمها السكر، أنا مش هحليه، واللبن أنا مسخنه وعلى قد الكمية اللي أنا عايزها. هنستخدم كيسين نسكافيه ومعلقة نسكويه كبيرة، معلقتين كبيرة، والمارشميلو نزين بيه في الآخر. نبدأ نحط النسكافيه، ده النسكويك، ده اللبن اللي احنا مسخنينه، طبعا يتعمل بارد او سخن. بعد ما حطينا الكميات اللي احنا محتاجينها نحطها كلها في الخلاط ونشغل لمدة 60 ثانية. وبكده بإذن الله يكون المشروب بتاعنا خلص. وبعد ما خلصنا المشروب بتاعنا نصبه في الكاسات اللي هنستخدمها. طبعا ما بصبوش كله، ما بملاش الكاس مرة واحدة عشان الرغوة بتفضل في الآخر. نوزعها على كل الكاسات اللي احنا معايرين الكمية بتاعتها. بعد ما صبينا ممكن لو حابين نزين بالمارشميلو. ممكن ده واحد بالمارشميلو، ممكن لو حابين نزين بنسكويك نفسه. هنعمل اتنين كده. طبعا انا ما عنديش دلوقتي الرسومات اللي بتتحط على الوش، احنا زينا اتنين بالمارشميلو واتنين بالنسكويك، وده بقى الشكل النهائي للمشروب بتاعنا. وصحة وهنا ان شاء الله، وشكرا لحسن متابعة حضراتكم.